من صميم الواقع المعاشي، من مقاهي المدينة القديمة في تونس ومن أزقتها المتداعية، يرسم مسرحاً في خياله. هو صانع أحذية، صور وتصاميم من الحياة تتجاوز القوالب. يحولها عبد القادر الدريدي إلى نص مسرحي، باحثاً عن صداً لموهبته داخل هذه الورشة البسيطة لصنع الأحذية. أعتبر نفسي مخضرم بين الساحة الفنية والميدان العربي والميدان المهني بتاعي. عجبني، يعني أنا كنعطي نص نهار الصباح للميدان المهني ونص نهار العشية للميدان الفني، نحس بأريحية. ينهي عبد القادر صباحه داخل السوق لينتقل بعدها باحثاً عن فضاء للتمارين يتدرب فيها على الأداء المسرحي بمعية أصدقاء يؤمنون بموهبته الفنية. إذا كان نجحت وبش تناولني وسائل الإعلام و يعني والناس بش حكيوا على العمل المتاعي، هذا يتسمى شرف لي أنا. وإذا عمل كان متواضع أو متوسط أو بش كون تجربة. مفهوم الثقافة في مؤسسات العمل الثقافي وإلا في يعني في المندوبيات وإلا في غيره يعني بقات مقتصرة على الثقافة بمفهومها النخبوي. يستعد عبد القادر لعرض أول مسرحية خاصة، يعول على مساندة زملائه من المسرحيين الشبان ويتكبد في الطريق مصاريف إنتاجه، غير أن شغفه بالفن الرابع دفعه إلى خوض المغامرة دون حسابات. كل شيء على حسابي من تمويل خاص، وتتعب يزمك سند معنوي وقطع نظر سند مادي هذاك متفاهمين فيه. داخل ورشة صنع الأحذية يكسب عبد القادر الدريدي رزقه اليومي، وأمام كبرى قاعات العرض يلتقط أخبار المسرح. فن أنقذ عبد القادر من براثن الفقر والانحراف الاجتماعي وأكسبه فضاء للتعبير عن وجوده. طاقة شبابية في تونس تبحث عن طريق الاحتراف في مجال الفنون لتتجاوز بذلك مخاطر الانحراف الاجتماعي في بيئة فقيرة لا دور فيها للثقافة. جلال موانع لليوم على الحرة.